وسائل الإعلام. أما بعد، بعد سؤال أن أطلب مالي في الفصل، فصل كان الحكومة السعودية السيئة ويرشح. ما صرت ويرشح وراح بيرها وحاول يطلع لي للطهارة لك عبدالله. فيه وأنكر وشكا. وحاول حاول بعض أحكام النوالي. وراش أحكام طريقين وحوري يرغلت المعامل. يرى التفاصيل يفعفعين من المجرمين. أصلت ويرشوا وأن حرار طائرين. يرى شيء استعمال الله. يحيى عن دريد قال غيبين. أما عين الجاسو لسو تسين. وكان كبيرا أن بقى يوضع ويرشا كاملا. أي أوضع عن أحكام طولين لتنبان. وحيى أصلاك حرام يوحي ويلة من تنجسة. سواء كي سطائر حرارها لولا قيرون مقام يا يوحي تحب الطهارة له الطهارة قاطعي وبنان تهي من كل إناء وكست ولا طهارة قاطو وكاس القاهد الطاهر وكست مجيد قسم إسناه أما مرحى أحاله أما وحكى لأحاله وكست ولا طهارة قاطعي في طهارة نواله شو كرا وعلى الاستعمال كرا كوهبهان بشرط المطاهرين إلا الذهب والفضة ولك ذهبك يولك فضة يولبطلي بأحدهما يولبطلي بأحدهما بالكور وحي لربع حي لربع بحيث يتحصر منه أرأي كسر طلاني سو كسر طلاني سو شيء واحد ذهب أما في ضوء الله تعالى كرو بالنار ولك قبل الطلاني فيحرم استعماله ولك حرام ولك سياسة إلا استعماله على الرجال والنساء خلية مربع في الطهارة طهارة استعمال حرام والأكل والشرب من تيع بتال الناس استعمال حرام وغير ذلك انت وحان عين بلوز زينا يقول يا حرائك يا وحان مفتاه وقد اغتناه من مال بيتنا وحرام بلا استعمال ايضا استعماله حتى البير وحا حرامه البير اشري لكونك ومن الفضه يا ان اكونك بك لان القران اليوم قل لي يا ابن موسى يا ان تلقى شريطها لربا المنصر انت عوشا عطي بالضبط عي حتى حرام منه. لكن مالك بحب نصه الى وقع اذا. ويعوش قصر هو طاهر. مالك وبل. قصر كان ويعوش هو حرام هو بنائي. استعمالك هي طهاره كرعان. وحتى رسول ليبيا ويعوش الذهب هي في الطلعه. قصر كتحريم كما محاوله النبي صلى الله عليه وسلم وحرام في بيعيه إن ويرش الذهب في طلب وحلو عبد أما وحلو حرام ولا تشرب في أنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها أما صحافهما ويرش الذهب في طلب وحقوع لنا أكعبنا وحنس حنون طولية ويرش عندها ليس بيعبعنا فإن أعلم في الدنيا ولكم في الآخرة قالوا بعدك استعماشة يكو آخر على يدسين دوناي سكداي وإذا قاكم بعد تعليم كالتحريم كعدية وحير عليه الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وحاول يقيو جرجره حالي هذا مكر وحلقه سشنقة تكون تركيا أما قطعك أما قطعك واحد لكم عوالي جرجران وأسماء الصوت اسم الصوت نوع قاطع جرجران ويعيد من هذا لأن أسماءه نوع حاكم إلى أصوات يتوقع الباب كي قبل قبل الباب مع الدين وأتوقع بحيث ما شبرت من يقال ضيان إلى الغراب كان وحيث آية ولو قال الغراب قاطع قاطع روى أتوقع ويعيد ما كده يا جرجرة واسم صوت وعشان تكون تكيير يا مركب وحلا اللي فوق عبدان يا عبدان
سكرائي ببعض فدل حديثكم إنه حلا بعض الروح في ورشة ذهب هي في الضوء الحرام تصبح على رسول أبي ورشة أصل قضي ما حوية إلا الذهب والفضة حديثكم حقاً يا حدث لكن طهارك مع دني استعمال دني الزينة منها لكن وحيد حديثكم وحوش شيئين وجهول استعمال كوالا استعمال أشرفها وأفضلها وأهمها عطي عبده حديث وحي مهم سنة وقلنا بطنا لحرام تنميه قيس عليه الباقي من تلي عبده كيبا انت كان استعمالك هي طهارة وقياسا بين ذلك مركز أدرت ويرش الدهب في ضرع إلا استعماله أما الاقتناء كي لا بكتو تحريم كل وحاصر والذهب في ضرع عدية عبيتان ونصا لحالات المعين انت كرانا وقياسا وحيبه إلى دولة استعمال كمجرد كي الزيلة كوب ذهب وحبك على بيتين ميسك الله ساعتين على ذهب وميران غلالة ومستيقوه إلي لبقى عيلة العديبة كي منفعة لها الديني المنفعة لشرع المعتبر كهيلة أساس كحالة ضروريات كي ندين للديني منفعة ضروريات عيلة مجرد زينة من باب الأولى قياس أولي هلقا حيوة الله رحيم هذا واحد يمسوه ورطو يسوه نحن كنا ورد ذهب كي في الضرر ويرشوه وكي عفيتان نصر بحرام التهيب استعمال كل وجود يسي قال سؤال دينا قياسا بالحرام تاعي صارت الحقوق المامور إلا الذهب والفضة تولي فيحرم استعماله على الرجال والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك وكذا اقتناؤه من استعماله انت أصبع نصا يا قياسا بالحرام تاعي لذلك حتى الميل وكلية وحتى الميل ميلكم في وضع عربي أمين كي هذا يلعب كامل كإسراعان لبا معنى هذا لنا ومساحات كيلو متر يميل الميل والي هذا أما الميل عم بيضا ميل والي ساخي لكن عرب أصر هو الميل مسافة ميل إسلام إلى أي كيلو متر يوحوغي قال كنا لبا إنك سيليا بسابات كالدول ميل حاكا رولي إلى هذا وعشر إنك كور كوتشي قولي الله كشرنا وعلي هذا أما بروش على هذا أما قولي كلي على هذا إذا أحب ذنب على قصة مين كرا ذهب يفضل الدكتور على قصة ميسان كرا واستعمال كوجود الزوغا أما هيرات أما هوي ناتية الزينة من الله مقرب وحسواري ويركي أن ذهب خالصا عين أما في الضغط على السماعين استغى كبرا سيامة بضم بين روحة الدهبية في الضغط في الدهبية في الضغط ولا يلي العين أي ممكن كان لكن مركز نصور إن الله بس صورين وكان لينا صورنا بأول تمي بعض أبوك هاي صورنا أول كم حبي معدن يا مار مو هاي سيلو برحيو بعدهبك دوش اللعبة تلالي قروح يا الله بكريا من حاجة كنتيو ويل تبعي بعلم كوي لو أنا صوره كهضي تتبتان موال مضبر ومدهب بأي رأي مضبطة بوي صورة دارو حولي ويل كالمركي اللي سمينه ويلاش كدمك اللي سمينه ضبط يحبع الله كلاريا مركي وكويل كي غرقوا لنا فالذهب كي في قضية والأمالية فأدوش على غطة وإنما قيبك كمدة مدماتي ولكن ذهب معها ذهب وقتها فطرة معها فطرة وقتها تمحن ورحب كيسو وحاليها والمكريه كاوي إلا الذهب والفضة والمكريه بأحدهما بطول كيلة روحة لغو دادية لروحة طيئة لغو قرحية حرام من قوة الكاسنة لكن بشرط
هذه مرة بعد بوضع عليه إنه وحده في قطاع وطاوان كان كسر ريا حتى وحوا كسر عليه وحكاه وصوا بحنا وسنتين للبراء قسم المباح بالبيت هذه وحده في قطاع انتين للقلالية ولك على الصالة أي كسر بحي كرامنا حرام ريا وكسرت بحيث يتحصر وكسر قلالية وكبرنا يوم منه هنا ويلك على ودوه شيء وحكم ذهب أما فضاء بالنار تبعد الوشر وكبير القلالي قلال رسمي هذه وحدة في فضاء لغسر صاري كرم وحراف المدار والفضاء في المقارنة أو حقلل قاعدة في فغاد قاركو جرادين إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مثل ذي كبتة حراشي حرام ما نسكن أحضري قل والحرام أما غلب الحرام تاسوا مدي وروحي الزينة أما لبسة بيئة مدي شبك لبوك بي والمضبط مكير لبوك بيئة من ذهب ذهب حرام وهي مطلقا بيئة لك القادم والتبع الذهب هذه لبوك بحرام حرام ذا مطلقا بحكولة يهي لبصفه وجودا وعدما كالقارب للزينة ديبا سواء للحاجة ديها كالقارب ذهب كان لبوك كبي مكثير بام سواء قليل لها كالقارب وحد ذهب كباشا بوك كبي ما يريعي مستوى بنيه هدو يريعي هدو بنيه وحرام هدي حاجة يبايه كانتي هي هدي الزينة هي مروح لغتي إذا انتبع وحرام ذهب سيرك أكتي سبع مال وقيل كالفضة هكا قوكا وصحيح لو هو جحيوي وقيل وحامي وترجيحي اختيار كرافعي ويه كالفضة فضة حوكا رصاص عدو لمدة عيو مطلقا الله حرام تنمين معي يا سورة قال فضل حرام لقم سيدة فضة رصاص عدو يداك وانسكم منه يسكن من معنى تقسيم كي تفصيل فسوس على في ضوء خاص كي هي ذهب مطلقا وحرام لا ولا قول هي بدل الراجح عند الرافعين يسكن مدوي والراجح عند النووينا ذهب مطلقا حرام وبالفضة أي والمضبب بالفضة مثل لبنتينا إن كانت الضبة لجدك كبيرة هذه وينتهي وللزينة قرحنا لبجر فهي حرام أو صغيرة أو كانت صغيرة قضيت أيه لحاجة معينة أنتين حرلا وبناتا أو صغيرة ومدر للزينة قرحة أو كبيرة وهي للحاجة معينة كوريا ولا نعي ولا نعي ولم يحرم حرام قطعي حكري في طلب الطلب هذه الروح لقلب الجيو ويواك أن نكون أحسن إثنين سبح حكم إقالتا تحرير هي كراهية هي إباحة سبح رأس إقالتا سبح لحالنا الله وصفي زيني حاجة بيا كبير بيا بس الصغير وهي قدر كي حجمي ما يسوع العلم هل صورة وحرام هذه لبني وصف الزيني ومن سلطان إذا اجتمعت الزينة مع الكثرة حرم هذه اللبن هي مباشا يكبحا وقلة حاجة سني مادان حلا هذه اللبن هي وصف بتكون كبحا مباشا بتكون الإحرانة والوصف والمطف والزينة وسيريها وحاجة وسبريها كرهيف صدح راح حكوم بيك رقالتي وقال هذا المعلن الحكوميه مسألة الله يعني كان العالي تدحرات الرتيلة بلاتو زينة يكي نوبين كان العالي قلت الزينة دا مروح يوين أي سوي مادان حرما قلت الله ماذا بكبع حام مروحنا ما أمان وينا حلا قلت بكو الله يلا متى كرانا لنواينا والله صورة مزينة لهذه لكن ما بطن أما بطنبع تعالى لكن زينة معها لبلا صورنا كراهية وين ذهب كذب على ترجيح الرافعي
وسيدو كاريسر على ترجيح النووي ما يتصعب على قال لي بيس هاني وبالفضة أي وجه يطبق بالفضة كل مدتي إن كانت تطبط كبيرة هذه ويتها الكون للزينة القرون المدتي الحاجية بايتري فهي حرام لبدي وصفي بعد سؤال يعني سلري أو صغيرة للحاجة ويرضى يطبطها زينة ما أعرف حاجة بايبا كانتي حلا وحرام أو صغيرة ما يرتع لكن بالزينة تفاع يحرق كتبتا فرح وغحرة أو كبيرة ما ويتا يوم عبرتا لكن الحاجة الواهبة تقوليها والله ما عين ولا لفي عن يهي ما في عام ولم يحرم حرام يتم سماعا بسرعة أصل كان واحد كلامس كالصحيحين كالبيلين كأولها أنس رضي الله عنه وضاره نبي عليه السلام قال ما كنت بيا وقال كنت الله عين فاتخذ مكان الشعب صلصلة من فضة ماشي اطلاعه سلسلة وقود طري فضة ساسو ما مالي وقود لك ابن سيرين ما وحولي اي عرس بايرو بدلت دمع الحين النبي يكتب عليه الصلاة والسلام أريكي ويدي قبيع مطلحة ووحبو يريدان سيدي النبي وكبتا إلى حباك المدين فتراك وسيدي سيقول دائي طائق الوعيدة صلى الله عليه وسلم وإذا يأبو حيث المامسة كبتاك إيا تلمان نبي قال سبيس العسل نبي قال أكوغا أتوى فضة ويرتحي للحاجة نواتعي حلا نبي قال سبيس الله عليه وسلم إنتا كان وكراهية التحريم قال بيسو ومعنى التنبيب التنبيب يضبطه لما معنى لبدا بوية لتا وقد في كتب الفقه يا بابت الجلتان معنى لها مضي في كتب الفقه باب الصيد والذبائح ما كاننا الضبط معنى كريلها وحيوان كريلها مضي في كتب مصطلح الحديث يا جلتان الضبط والتطبيب معنى ستحاب لي ووحل تري وإن تغطر تخلط أمركتين قال الدشة كلتي ديوي وأنا الآخرية كرا إن أكون كرا كلتي ديوي وكحل كبري سي قفك في صدر وعطي كرا إن يخلط طول تري نوين مقطع تطبيب بالي هذا مرق باب الفقهاء مكة تودي أوالدنا معنى أبوانقا باب السيد يود رايح مكة تودنا فلو سألت ضبطا ذهب للاجتهادات الأذن وأرسلها خلوا بقى باب المصطلح تكتنا ذهب إلى فضائي والحيوان في أعضاء كامتو يلا لم يشك ويش الدول باب المصطلح باب كتابة الحديث وضبطه بالمسألة المتريسة سألت ذلك أبقى علي تطبيب يضب وحل يويت إلى بابك إلى كوفة سيوحي ومعنى التطبيب تطبيب يقول يجب عليه يحاول أن ينكسر المنشبه موضوع الهلب ومن البناء والكبير وفيجعل الله يارو موضع الكسر باشي تبتانك فضة فضة الله السمايو تمسكه بها ويالك مقوانا يسوق لها جنس سوى كبتانك يكتوبه الماء بالتعصي وياشي ويلحا شنطه للطهار وحا طهارة الوقع يبقى طهار نجاسة طاهر وعيوية عكس قلبه والنجاسة لم يستعمال كلبه نجاسة والله بصور ربك نجاسة محققة يعني نجاسة مضمونة هذه نجاسة محققة طاهر لا كلام نجاسة تطهير كما واجبة مش مباشرة النجاسة دي وحين نوشو تنا لبحب كان نجاسة هذه نجاسة مشكوكة طاهر شك كان أسباب ظاهرة أولئك أين عوبلة معاملة النجاسة المحققة هذه النجاسة لك شك سيء سبب لغة شكينا أي جلتو سبب لغة شكينا أي جلتو عصطانية قرآن جلال سير نجاسة محققة دورة دقمين سادر تنبوكي وتقره وحاك رأيان أوالي الكفار وثيابهم قال الله رشود ينظر كله وكراهيه عليا على كراهيه عموما محابعك بين النجاسيين وقال النجاسي اسكنا إلى
najaasa kama ilaaliyo waktigu ku cunaa doofaarkana waa ku cunaa khamrigana waa ku cabaa digaalka ilaahay kama waddaqayo najaasa iskama ilaalinayo xukunku gaalada baa asal laguu yahay sidaas hadday koox muslimiin oo jir iyo mooryaana soo baxaan war xalaal iyo xaraam iyo najaasiya daa'ir ba kala saarin weelashooda xukmaa waali kufaar bay mashquuqi qaadan asalku shakigu hadduu sidaa yahay wax calaamada iyo qaraa'in isticmaal muxaqaqana aan lahaynin ila iska daahiriya wanaagsan ila isticmaalana ma wanaagsana intaa aad ka maarmi karto haddii se lagu ogaaday inay xumaadu isticmaalaan oy baktigana ku cunaan khamrigana ku cabaanna wajaba qasbuhaa cinda alxaajati waad ka maarmi karta waad iska dayn dabaal ka awoodood ka maarmi weyn waad iska dhaqay asaguna waa xadiidka abi tacaalat alqushani radia allahu canhu waardaa riwaayada saxaaxa ku taalla wuxuu leeyay rasuulka ilaahay wuxuu yidhi innaa biardi qawmin ahli kitaabin nimada ahlu kitaaba la degannahay afanaakulu fii aniyati weelashooda waxba ku cunaa rasuul nabi waxa sl fain wajadtum hayraha falaa taakuluha ama falaa taakulu fiiha haddii aydaan heli kartaan aad heli kartaan wax kale waxbaa ku cunin fain lam tajidu hayraha wax kale haddaad weydaan faasiluuha iska dhaqa wakulu fiiha isaga naco daris baa tiin weelka kama maaratid weelkoodii waxbaad isaga cuni kartaa haddaa markaa qaraa'in jiri weeye najaasayn waa isticmaalay riwaayadu dawud iyo reybki waxay tilmaamaysaa inuu leeyahay abu tacaaba innaa nujaawiru ahla alkitaab wahum yatbuquuna fii aaniyatihim alkhinziira wayashrabuuna fiiha alkhumuur khamrina waa ku cabaan doofaarka waa karsadaa nimankan gaalada kristanka iyo doofaarku inay ag wadaagaan soo maaratid weligood baysa bay lahaayeen ilaahu saan bayn ahaan doonaa iyagiyo doofaar saan bayse u lamaanaan doonaa ilaa ciise yimaado fayaksiru saliiba maxaaxee wayaqtulu khinziira bi ilaa nabi ciise yimaado saan bay doofaar ku daba doonaa laakiin inaga mushkilada laga haystaan biisheeya doofaarka oo xataa waqtigii xilligeed wada isku raacay inuu maado sunaya dakhaatiirtoodii markaa ku tagto in doofaar kaaga digimaayaan lakiin gabadiyadii geli kaladi ilib gabadiiyo geli aniga wuxuu ku leeyay reer biitaa hilibka guduudan iska ilaali hilibka cadbi oo digaaga iyo malayga doofaarku hilibka cadbi kutusan yahay inaagtooda wari doofaarku ku dhiirigelinaya waa la cuni karaa cuni malahaa kule geeliyo aniga iyo lo-da iska ilaali kule maxaa sameeyaa khudaarta khudaarta ku dadaal kule isagaan sala cusub maaha sala culimmada waxaan filayaa ilaa lix boqol toddoba boqol sideed boqol oo sana ka hor bay ka hadleen asalka masaladana waxaa nimankan macalin oo qayb weyn ku leh nimankii yidhi akhruj lanaa mimaa tunbitu lardu min baqliha waqitaaiha waruumiha wacadasiha basila ilaahu mandiya salwa waa ka dhoomee begalii ase bisedi basal iyo toomaa rabnaa nimankii yidhi nimankii baa dhakaatiiri loo marka masaladani shubhadaa koomana lidalika shekh islam ibn taymiya raxmatullah caleyh ilmigiisi wuxuu leeyahay nimankii hilbaha ka calalaya cagaarkana daba ordaya shubha iyo shubhadii reer beni israa'iil baa ku jirtay waa goorma waa qarnigii toddobaad haddana qarnigii afar iyo tobnaad baan joognaa toddoba boqol oo sana ka hor baa masalada laga hadlaya nin dakhtar wuxuu yidhi xogan maalkiisa oday ahaa oo nin soomaaliyeed oo hadda meelahan kiya kuugaa ku tegay bil munaasaba uu waraystay wuxuu yidhi nebi waxbaan kuu sheegay dadkan ma wada sheego wuxuu yidhi dadkan galbeedka iyo dhakhaatiirta taladooda hilibdaa iyo xubiqa cagaar cunyay inay wareerin aabaha maxa cuni jiray hilibku cuni jiray uu yihi korsmistu saari jiray adigana maxaad soo cuni jirtay waan soo cuni jiray wuxuu yihi waddankan bii'a kastaba cudurro xanuuno qaabka nolosheeda ka dhashay leedahay qolyahan xoolahan iyo ilbaha iyo cunaan iyo xanuunada ka dhasha iyo qudaarii ugu daweeyay yaqaanaan isku biyi iyo dadan beti iyo jirkiinuna isugu wax kuma soo qorin wixii aabaha iyo ugu wacdu jiray cunku markaas caafaan waxba iyo kuweeri kuwan ninkii wuxuu yihi waa soo noqday markiibaan hilibkii iyo kuroskii u yaartay maalinkiiba waxa dambaysay wadan baa gaabdaweyn
baallaankii sadiinka miskiga ee carafta badan uu ka sii udgoonin ayaakiisa kharuufki baa la isku qabsaay marka kharuufu fabisaay kharuufku ma afku ka yimaadaa ma urdu af ka timaadaa mise caloosha baran dufaaca ay bixisa wey fuqada shaaficiyadu waxay qabaan kharuufku waa waxa afka ka yimaada kaa in la suuriyo ilaahay agtiisa wax udgoon kuu ahna xaram baa laakin waa laga fiican yahay waa mid muraahi karaahada ka qaateen laakiin dood badan baa lagula jiraa wayataakadu waxaa adkaanaysa istixbaabu waxaa adag istixbaabu siwaaq iyo cadaygii inuu sunan yahay likulli salaatin salaad kastaba iyo waa qiraa'atin qiraa'a kastoo qur-aan la aqrinayo iyo wuduu'i weyse kastaba amaa weysada iyo salaada nasbaa waa saxay nabi casaam wuxuu leeyahay lawlaa an ashuqa calaa ummatii laamartuhum bisalaat bisiwaaqi cinda kulli salaatin ummaddeeda midkadee ku noqoto haddaanan uga baqaynin salaad kasta inay cadaydaan manfari lahaa waa ku waajibin lahaa wailaa sunnanimadii waa qaayim riwaayay masaajidu khuseymiya waxay ku daraysaa laamartuhum bisiwaaqi cinda kulli salaatin cinda kulli wuduu'in weyse kasta agteeda iyo salaad kasta agteeda caday baan fari lahaa haddaba inuu sunnadu sii adag tahay salaad iyo wuduuga waa garatay oo qiraa'adu xaggee ka soo gashay laba weji bay ka soo gashay daliil ahaan mar weeye salaad iyo qiraa'adu maba kala haraam walidaalika salaada lafteeda baa qiraa'a iyo qur-aan la yidhahdaa وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صلاة ما قرآن الفجر كما رأيك بصوحة عدرتا تي هبيك يدي سوي حيبا يسوحان انت با يسوحان تماما قرآن كواكا وقراءة الفجر قراءة الوقت هذا الصلاة والي رهدا ولا تجرب صلاتك ولا تخافت بها قراءة الرسول qiraa'ada salaad maba kala baxaanba halkaa waa laga dheeday mid labaadoo qiyaasaha waa laga dheedayo salaadu waa cibaada iyo qurbo wey qoysaduna waa cibaada iyo qurbo wey qiraa'aduna waa cibaada iyo taqarub ilallaahi wey qiyaasan cala salaati walwuduu'i bijaamici lqurbati waalcibaadati baa laqi karaa halkaan way mariyeen wa sufrati asnaanin ilkahaba haddii badelmaan ilkihii baa bedelmay ama aamus bay isla bedeleen ama waxaa cunto bay isla bedeleen ama cadayraan bay isla bedeleen ilkihii cadcadaa hadday casaadaan oy cadayraan la casaadaan inaad cadaydo si fiican u cadayda ilaa ay cadcadaadaan baa iyadana lagaa rabaa oy talaa keenay xadiidku soo ma ahayn madharatun lilfadi afkay daahirisaa dharka see loo daahiriyaa markuu wasakaystee maraday cal wasakh badasho nadaafadeedu soo in la dhaqama ereygii cataa markay wasakh badashana madharatu daahirin iyada kitaab ku gaaye wataahiradiisana siwaaku wastiiqaadin min annawmi hurdo markii laga soo kaco tana nabiga ka sugan tahay oo idaa qaama min alleyli yashusu faahu bisiwaaq ninkii bukhaariga kusii wariyeene ifatabilyama afkiisa caday marnayn jiray markuudaa ka soo koo riwaaya abu daawud iyo gheyrkiiya waxay leedahay kaana laa yarqudu kaana laa yarqudu saacatan min leylin walaa nahaaya ma dhici qabigu inuu seexda saacad waqti hebeed iyo maalinku gooni ha noqdee fayastayqira ilaa tasawaka qabla an yatawada wuxuu cadayn jiray intaa kuisisa waistiqaadi min annawm ladiriilkeedi wakaas wa dukuuli beytihi gurigiisa markuu soo galo guriga markaa timaado reerihii ilmaha kaasoo horeeya asal ahaan markay reerkii ilmihii aa u timaado ilmihii waa qaadi waa qanuunkan reerkuna sidoo kale haddee ninka odayga ahaya maanta dan reerka ka baqnaa irida marku ka soo gala haddii afkiisa uro dhibaato wadaaga nabi casan maa caadisaa jirtay caaisho waxaa la yidhi nebigu markuu guriga soo galo muxuu ka bilaabi jiray waxaa kaanad yabdou siwaaki caday ma ku bilaabi jiray caday mu
وتغير الفم أفكار لا تؤس بدر من أجل كل كريه الريح وعكس طوق الأمور مكان الطب إيا وترك أكل الحنيتان العام أضوح بعضهم ومشى في المتبطقة وفق ريالا من أزم أزم أمس وحماد عبر المنطقة أنتنا أفو على الدول صورا عطادة أفو على الدول صورا دارا وحقر من هذا أصلا بحر صور عطيك إنه هكا مخايد وكيد أصلا إيا خضار إيا بلغ عيلي وهكا صور إيا مره قصه وكعرس أي يسيري وصف بسوي قصد كي يعمل تصف كبير بسرين أنا منطقته وحكا قدر أن لاكي قاسي حلال وهو عطايا لك هكا يريد زيان وكيد بيه وحكا قدر وصور وقاعي قصه وكعي وصور بستاقي ee wadnaha intaas si noqoto haddana allo dowlad islaam haddii si lahay ka saddex wad inta lagu jiraa masaajka soo cabaadayo ee dhabana laga saari lahaa marka wax keliya markaad cunto afkaagu bedelmo inaad cadayato calayga ku jiraana marka cuntada waxaa kaloo leedahay wax badan oo ilkaha ku hadha bay leedahay haddaadan cadayanin akhyaarta iyo goolayaasha qagaarahaad soo fadhiisan kaasa marka hada shacabaad qasasho baa intaada cuntada iyo kaasaadkooda ku hirjirtaa ka soo bixin shaabdara sooma nin wey wuxuu qoslay afkiisa cuntadii iyo beriiskii iyo raashinkuu cunay ama booshadii ka wada muuqataay arrin fiican maa saas darteed cadayga lagu dadaalo iyo badaratu bilfabi cumuumkilaha wadaatu lirabbihi gel maxaa lagu cadaynaya sanadaasi waa cadaygi sunnanimadiisa iyo awqaata sida gaarka uu sunnada u yahay maxaa lagu cadaynayaa wey wayujziu waxaa gudaya bikulli khashirin wax kasta oo adag ilaa usbuucahu khashira fartiisa adag maahane wixii kaloo dhan ugudi halka waa laba masalo wax kastoo adag dabcan ilkihiina nadiifin karaa waayo wax bas ah waa xadiday oo cadayga waxaa iyo waxaa keliya noqon kara yihin ma jiro maqsadka ujeedada cadayguna waa ilkihii in la nadiifiyo haddaba wax kasta oo daahira ilkihiina nadiifinaya khashin adayga waxaa loo yihi wax jilicsan oo soo laamaya dadii ma la nadiifi karo baasada marka ilkii waa adag yahay in la xaqaa la qaba dee wax markaad saatay soo laabay wax ma nadiifinay marka wax kastoo adag oo daahira ilaygiina nadiifin kara baa muhiya taba masale in laga soo reebo ilaa usbuucahu khashina fartiisoo adag ka soo reeb waxaa uga soo reebay shaaficiyadu waxay yidhaahdeen fartu gacantaadu waa jirkaaga xubin ka mida jirkaaguna jirkiisuu ku cadayday lama dhihi kara yidhaahdeen luqadii isticmaalka iyo curfigu jirkaaga xubin ka mida kuma caday karto halkaasay maray waa laakiin qaar ma oqolaaday waxay ahaa wax kale hadduu waayo sidii tayamumkeedii biyo waayey farta ha marmariya waxaa lacan bay dhaantaa aqalla shay waxay noqotaay soo kala fadhi ka roorma farta hadaad marmariso kala fadhi ka roorey yaa yaqaana maamada asalkee maamada la yidhahda kala fadhi ka roor asalkee wax yaqaan ku jira ka socona halkaa u maado wala afdalu sida ugu wanaagsanna biaraaki geedka cadayga la yidhaahdo oo yaabisigin dhigan nudila la mooyo jilciyey bilmaayigiin intuuin degay biyo lagu jilciyo waxoyna dhex dhigay ama lagu yeedalkariyey dhinacna waa jilicsan yahay oo ceridkii iyo ku dhaawici maayo dhinaca kale waa adag yahay oo si fiican ku xoqaya taasaa lagaa dhamaabay araagu ugu fadli badan yahay geedka cadayga derig bay leedahay dirinkuna waa hadyigii nabiga sal allahu alay wasalam ibn mascuud ba wuxuu leeyahay sida imaamu axmed iyo tayaalis iyo sana xasana kaga warinayaan nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay ibn mascuud ba waxaa u soo guri jiray lee nabigu nabiga siwaaka min al araaki geed cadaya inagu cadaya geedkaa milaanaha baan u soo guri jiray ibn mascuud marka uu soo gurayaa marka banaanku aadayaa xagga markuu sii socdo saxaabadii iyo dadba maalin wada fadhiya buu cadaygii doonay
isagoo sii socda ama soo socda baa dabayli ku dhacday, isagana nin aad u tabadaran oo luga uga bua dabayshii baa qaadayba ninkii dhannaa. Kasi saxaabada meesha ku qosa la qaateen nabigu wuxuu yihi ninbaa dad xaqoona waxaa u qoslaysaa suukiraayo xibshiisa aday ninkaa waxay yeeyeenisaa kusaydaan ninka lugiisi ma qomidoo yaryarida xidan xeeta iyo qoob sagaara qoyeen wax kale ma mooda. Markaasuu wuxuu yidhi atadxabuuna min xibshi saaqay ninka lagu yaryarisa u qoseya fawalladii nafsu muxammadin biyadi lahumaa aqalu fi lmiisaani min jabali uxudi aakhara miisaan marka la saaro duurta uxudiga ka cuslaan doona waxba lugahaas adduunku waxaa macnamada baaduha laga tegiyey aakharo qofka imaankiisa iyo camalkiisa intuu la yahay buu aakhara cuslaada. Saa darteed waxaa lushahiidku kaana yajrii linnabiyi siwaaka min alaraakibu tafdiilka halkaasay ka muuqanaysaa waa an yastaaka waa inuu cadaydaa waa sunnaa caradan si dabab ugu cadaydo ousan kor u cadayanin sababtoo kor haddaad u cadaydo waxay gaari ehelkaaga bay dhaawici lakiin inaad si fiican u cadayda ehelkiina aad ka badbaadisin dhaawacii dhiigiyo ka yimaado baa la doonaya. Culimada qaarba waxay saa ku fasireen xadiidkeen soo marnay Xudayfa kaana idaa qaama min alleyli yashuusu fahu bistiwaaki waxay dhahay yashuusu ay carada kuu marmarin jiray weye macnaheeda. Culimada qaarba saa ku sharxay wayabdaw kuu bilaabaa bijaanibihim ay mari dhinaca bilibtu horeysiya bilibtinaad horeysiiso ayaa sunnaa. Xadiidka caaisha cumuumkiisi wey kaana yucjibuhu tayamum fii taracculihi wa tarajulihi wa tahuurihi wa fii shacnihi kulli arrintiisa oo dhan bilibta lala bilaabaya gacanteen ku cadaynayaa marka bixi baa lagu cadaynasabi. Mas'alada waxay ku xiran tahay cadayg laba jaanib kuleeyay. Jaanibka waa min almakaarimi muqtadaa ay keenaysa waa midigi lagu cadayo. Jaanibna min alawsaaqi weeye waxay keenaysaa bixdii lagu cadayo. Labadaa madhab bay culimmadu u qaybsameen. Haddii laga eego siwaaqu min sunani alfitra inuu yahay wax rabbi raali gelinaya uu yahay haddii laga eego jaanibkaasna waxaa laala wixii fii carabka midig baa iskale waana daahiru madxab saa wey walidalika wayabdau bijaanibihi alayman midigta waxaa loogu bilaabayaa tafdiilan weyn. Haddii laga eego markaad cadayanaysa wasakh baad saaraysaa awsaakh baad iska soo saaraysaay sida lugaha marka la dhaqayo awsaakhda bidixda in lagu dhaqo istiijadiina awsaakhda bidixda isaga dhaqay noqono mustaqdaraadka limaa siwaa daalika biixa adu isticmaali jiray bay noqon rawa culimadu labadaa madhab bay leeyihiin. Labadaa madhabna maxalka ay nadarkoodu eegayaan baa kala duwan. Ninkii yiri bidigta ku cadayana xukmu cadayga mid sunnanimadiisa iyo min alfadaa'il inuu yahay uu ku qiimeeyo ka egay. Ninkii yiri bidix ku cadayana in awsaaq iyo qashin iyo guuro la daadinayo uu ka ego bidixda qashinkan iskale wasada labada arrimood nadarka culimadu ku kala duwanya wayatacaahadu wuxuu ku dadaalayaa kalaasihii adraasihi gawsihiisa halka fadhigooda qoraa uu ku dadaalayaa. Kursigu waa fadhi wax la sameeyo meel ugu fadhiistooyay soo ma gawsuhuna meel ballaaran ay cuntada ku fadhiisatayni halkaa waa meesha wax lagu rugo waa meesha wax galgalaan waa meesha hawsha ugu badan qabatee wax ku kaco si fiican iyo inaad ugu xoqood u qadaydaa lagaa qabaabo wayowmi bii wuxuu miyoonaya assunnata nadaafad keliya hamiyoonine hadyigi nabigiyo sunnadii inaad fulinaysa oo min khisaali lfitra aad ku cibaadaysanaysa biyo si aad ajri ugu hesho wuxuu ka tegay hal jusiyo oo sunanka siwaaku ka tegay in carabkana la cadayo nabigu casal carabka ku cadayo buu ubdhig jiray kaana yatahawacu waxaan tagnay wadamo galbeedka qayb kamiqaara ka mid oo weligood ku carabkoodaan cadayay ilkahay cadayaa burush iyo saabuun bay isticmaalaan waxaan u tegay niman
مقاس ليرادو وحتى بيقول يقول بان عرب ولا علي هو عذاب عرب سوالف اللي أركان مقاس لا يجابه حين هناك مبادرة عرب ولا علي بري لنقاس وكان إلهي بعيد ينبي بعيد بري قال مبتع مكان ولوط سفيه وعلي عرب وما مش أبتدي أبتدأ كلا أمر قريبا حتى لما مصخ فول سكت على العبر اللي بديس ما هو معاني راح على طلاب كان قرب مني عباس كان طيب إذا دقت طيب يلو يجوا كتيرين حيلا أن ترى أنا سامو قط منه هذا هو الكلام اللي في عنا سببته عرب كان يجي واحد أبينا يجيب على مريف وتبوه وطابنا يا فيك الوصل لك مصخ صارم عبر قرب قرب عليه لما تجارينا ناس انت عرب الصوع على يدين الوحيد يا ابني والله مرت انسان انت يا ابني قرار معي هذين عرب وحوري اللي احبه الدين رأينا العالي صدري يطربي يا طهارة الى ابن سامحين سيارو قاعد نقل ليه قرار انت وانت على كل حال شعوبتك وصناعات وحاجة عن عرب علي سنك عرب دين العالي عن كمينة نقل هو سبيجي صلى الله عليه وسلم هذا قال كيف اصل نسوق الامبراطورية الله طبعا عندك بيننا خصال الفطرة وحي عطي قبل كسرها لن قيبك بيد المشرك سواء ولا سب هذه السورة في أبيض ولا بحرين فكرة الصحيحة هي ولاك هي مضافة يتعرض ما يكرس ويسبب حال سنين قلب كفر عدد إلى وقص شارب شارب بدن الله تعالى ونطف ابت كركلاء الله كفر ايو انف سك لمن اعتاد وفق عادة ايو حلق عادة ايو اتباع حسين الله يرى والاكتحار وطرا الا ان الكتريس دار ثلاثا سدح في كل عين من الكسر وغصب البراجم حبناها فراها إلا تقر وهي عقد ظهور الأصابع فراها دبر كودا لراها إكلا الله فانوي فإن شقها طوبكم نطف إبتك الكشف في تانكيه حلقه وحيريا ويكره حكراهيا القزع مضح القارب لحيرا قارب لكرايب وهو حلق بعض الرأس مضح قارقين لحيروي يوترك بعضه قال الشرام ليس كذا ولا بأس بالملك في حلق كله فمات إلا حيره للمرعى ويجب الختام بكنا وواجه إنها مسائل من خصال الفطرة خصال الفطرة ضري حديثك نبي عليه الصلاة والسلام كسر كامل كبتا الوغرية نبي عليه الصلاة وقولها خمس من الفطرة شم فطرة ولا يسبح كبتا الختام والاستحداد كما هو صلى حيره ونطف بنتك الكراهه ولا رفض وتقريب اظافره اديوه ولا برق يوقص الشارب شارب ولا كل بيوت ان تعصي وحيكملت اي وحيابها ولا اكسر قيبها انكرت وحبناها فراها الا تقاها يدر حديث عائشه مسلم يا غيرك ورينيين وروايه قاتل وحاكوج من واصل البراجم يحنى عصيرا إلا تقوم انت وواصلا بالمرة قاركو الدوي واتمية حارضها هي سورة قاركو هذا الدين إلا قوة هي وحيابها إلا قوة جاي أنس بالحضرين يا نبي صلى الله عليه وسلم قريحي وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي إليه من الوقت في قص الشارب وتغلي بتقلي من الفار ونطف الابط وحلق العامة أن نتفق أكثر من 40 يوم ليلة صد أفرت لهذه كبر إنان الدين مع رابط لا أبقى أوصاقي بيه بصوقه تبيه هذه اللوتة يكن كريه وغوص تبيه للدائم وجمع الأوصاقي بينهم أوصاقي شكرا وكاسي إذن كيك إذن هي بورك هي وصلي كل شيء بيتعفاه يا بارلاه وصلي سروتي من كورا عدامه يضو مرح وسكوصرة تبتريرا من دارات من حسن
وسخر صاص إلى وسط قاعي سطنا وحيكيني مركا تبقى صعب فاري سطير على الشيطان تريد يقول سيخة تبقى دوا مع فاري سطير دي مع فاري سطير حاجة هولة أبو كامرة منطقة بمطر تماع لما تبقى خوامي ساس قلتين انت يتشوغان نبعين عطا قتال يا نرافة قبل الأشياء عدية وقصوا عليه وعدية هذا عمري ساعة ما تبقى أسوا ويتوه عدية انت عليه وقلت أنا وصخ إيو قش البلاء كم بوضو نرافة حوي وحاكونا يا نوري كعبوتي بيه داي هذا هو بسموش أدير وقص تجو عدية هو عطي بير داي وصبح باقل سيدي كم عارضو بسموش ولا قاي سوى عدية هو داي داي بكاش بسوي سيشي سكاس وطاق إيو وحباه وقلتين بأنه لك أحمد إياه يعطوه سابقوا إلى أبعاش أروس هو ليسا دبقوا في الكريم يقول كيف اسمه يسعى أبعاش أبعاش سابقوا أبعاش 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 سعاد أبعاش وصحب لربي قشب بلما يقول قاعد شعر بلا صاعي وعلى ابنسون ديف يحبع قاعد هذا ما هو مدعي هذا هو دائم بسوطه بأدو بسوين بيعطى بصاعد يقول أما إنت أبعوا حدث وحده ويعطى الراشيك يقول فقال يا طريق الصبر يا دول السوين هبك السوبي كغيا شهر دروي أبديل في كغيا تلك شهر بدر وأوين وفي صلاة مضاق وكاملة وعشي وصعد صعب مضاق يؤتمين تيبع حق الشيء هبك أبديل في كغيا وقال قطع لك ونسو الجيل فكما نعطي شرف معه قص الشارب تقريبا أطفال سعي أفضل بني كبرا إمام مسلم بارو يعدين كان السرع يعدين كان أسر سيلاني قص الشعيب شعيب تمام بوحيل وحف الشوارع بس في عبوي فعل كتاب يعطيه وقف السرنا وهو بطنان شعر بضو يعني انها كان بشين تحدود دينا على صور قابل وهذا هو ان تراشي كان قرع علم شعر كان قرع عبو لما وحوليه نبي الزوبر تيه صلى الله عليه وآله وسلم مرقى الزوبر تيه ونبي وحولي فريد وليه وحفا يحاكمين على شعر بضي نزيه فكاسو انتو علي صوت علي بوحو يريبو يريب وكوهو قوليا صعب شدة يقوص علي الله سبي وتك يسكين امان الله عبا هذا عبد الدار وقال بودا وعبيه جلي ما عيليه بأسكين ما فكرت انت جراء شعروا بها الدار تسكين داي ما هو على مطلقا ان شاء الله صلى الله عليه وسلم ليش جلي أفرد الله فهذا طبق الله عا الكيس ويقول لك الحيرا شعروا بسكين داي وحوكا كمارك قال كده وطلع عارف السكر البيض ولا شعر الله تقدر كيسيو في الدمان لا تيرا وحيرا هذا ما كان عليه هذا في سطر قوى المدوي ما كشعر بضو لسيك يعني يقف ولا حيرا وصولة مجوس مجوس دفعاء بطن قضوي مسلم كنا يرك إلا الدايو شعر بضو لقويو نوح عن قرانيا نقول راشيك يحلق عبدان يصور أي شعروا تسوسي دلسي وهذا ساعين في ذلك الشيء بيجي مع عالي الشرق بعد غير وقطع تصل على الصحة مع سيداي ونطف يبطن كركشة إلا خيفه وحيرا أنت في تاعك كفي عن حيرتا وبفا يولي أيضا عن الفتاة مركو بادو هي حقيقة الفتوة الحيرتا صوبرا بس هذا البكيرا دي من دمها يصنعوا صوبرا بدا لما وعليه في قطاع كسرت الوصف وصار ياي قرطه يا ريان شرك يا ريان صاصي ليه طيب هسا لكن هدوه قفك كريم وايو باش انتنبه فإن شاق نطف بيت حلقه تدروا راعيه يعني يشكس في حجسيين هدوه مو أتكاته والحين اللي يقول ده أنا قد انبياء لكبين نطف من الوصيلة دي قريبين تروحا هذه تعد تبتيس روبي وينا ومشاقل هذا اللي حميلي وايو سيدي كلام روما دي في كلام غصا دي كلام ما شاء الله غصا دي هكا وحمار ان الله مطلع عودي معها وين لزوية لها وحاسة دي حية وحالف عانة دي تبا عوزين لسحر هذه تبا عوزة كاس وبحان وضا عوزة كعبار عين اللي وحير هذا كاهاي تبا هو احد البرانة يغل سحر احد البرانة وعن ما بعض ولا صلاة بس أرد هو أنف لمن اعتاده دليل خاص ما لها لكن مواطن تني وقياس داره
سمكم ما دام ماشي تيف كيرو حكي لي مالا يلي هاي هذا يتم بلان كسو بحان تبيه ربطي رابطة فنان سو بحان أو ساق بلان ما يتفوك هايدي مكينا لها مريض ويهي نقوة كانين بحيني تسرح وكان بعض الفقهاء الشافعية دي يكره النتفة ويأكله بالقصف ويحب الطبري وحبيتي ويكره النتف إلا بفاتمة سبق رأيوه معوك رئيسة جري لبح حديث فوقان أبو صلى الله عليه حديث ابن عباس بها لقولي حديث وحال لقولي يا أبو بعان بعد لا بشي المازين الجو يو عليه لا تنطق الشعر الذي في أنت لما سك كصوب عارفنا فإنه يورث الأكالة حيا بسك يسعنا موسى بابا قطل وحيرا وحبوتي ذا وحصى بابا صبوه يوحلا بنا ولكن قصوا ما قصوا جرى مسألة صعب تعليم كاي تعليم أطباء رأي قبابي وعند اهتماع سكة كسر بحاي فإذا لي فإذا لي سكة ما كبناك ما تنصع عنده بورك بورك عيا هي أوصال هي قشك أدرت بتشي لي زاي اهتماع نبي اهتماع ماشاء الله كبحاء قرب المبكر صفوه هي حساسية بسبب صادت الدماء على إسعار في البلدان هذا هو السورين وحاجز مسكح العظيم قوله إليه وصال يوم جدو بعد إله إنك قد إليه يام إلى ذلك هو اللي مركع كشو قشك اللي سعر اتماعنا ليه تعليم الخاص وفي الطبع اللي قبار أبو معان حديث كاسو نصحن في كتاب الطب المكوني قال كان حديث كذلك أنا لو عيد عليه سكا نباته ونبات الشعر في الأنف أمان من الجدال إذا كنت ترى في عام الكتاب إذا في بلانا ويوم عايشة اللي هو اللي طبران في الوصل يا غير تقول لي حديث كاتما أبو معين ولي أبو محب الطواري وحولي يا هلا ترى فإيلي بلاي يا جريدان كيدا شو هتو حديث رابي نواد تراي في الكتاب هلا قدري هو معين انتماع قطف ولدي فان وقع يا صنعنا كسعر والانتحار ولترة الثلاثة كحلي قال الله يقدر كوشاي يدا ابو سلطان حديث ابو ترك الشيخ وحديث تلميذ وليبي ابن عباس قال هو يقتحل بالاثبات يد اثم الكبير الى ابو كوشا فانه يدعو البصر ويبت الشعر ومع ما حرمها يقوى من اب سلطان وبقي سلطان قروح بالفيديا على اعتذر انتهنا وحب رب اثمي وكبراي وقشري وحب رب كان رديفيا حديث كاسمع الصحيح لكن جملة مو تلميذي ولي محل النزاع الصحيح هذا جملة ولا يحوش يعني بكر ابن عباس ما بي كانت له محالة ان كل برهانته يقتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه فبيك السلطان مصد احتيال ومريجري طن مصد احتيال ومريجري الله سبحانه من حديث الصحيح يسوع كلمه وعسر كلها هاي لما قال قول تواضع فيا شيخ ناصر طلب قوله في حديثي أكثر كما راجعنا كنت في زود ضعيفيا لكن مركو ما هي صحيح الترغيب والترهيب عليه يعني صحيح لغيره تلك وهو وحولي قد قام لكم بريء كاسا الود للشريف انسد على الجامعة لكم نصر البراج بن حديد عشان صوم الريوي ويكره المتازع ما راح قارن الحيرو قارن الدهي اما كان نقل صومالي به ويرشي قبلها الله هيراني جري هم قضاء الله وقعوا كلا دون هم قطين قارن هل يحتح القبل جري قارن هل يرى عم تحرى لك الحيد جري اما دو ويرشي اللي يرى كالقلبات يعني كالكيران هيراكي قبلها بنعان جري انت هو صحيح ريان هم قطين أما كان رجل بيت يرد استلها كان يحبها ما رح لقوا قريه شحنا لقوا عيارة يا عم طيب ما رح قيب إلا حيرو قيبنا للدايو وعلى بوحرات النبي عليه الصلاة والسلام وحصل النبي يدونها عن القزاعي ما رح قيب إلا حيرة قيبنا للدايو والتي هذه الحاجة يقولون ما رح قوة مكتفين وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ولا بأس بحلقه كله لما أنت إلا ولا حيرة إلا راحة ترى أصلك يا روحي النبي أبو أربع سلام
wiil loo soo heraaray xeer wal sidan maxay tahay ama dhammaantii wada xeera ama dhammaantood dinaha wada daaya qoortadii ka waran markay munaasabada culummadu marayaan xalqu lqafa waxay yidhaahdaan qoortad ay ka hadlaan qoortadku waxyaabaha ku soo arooray iyo ashraafu saacay ka mid tahay wax sal iyo raad oo sugan ma jiro walidaalik ibnu qudaama fi lmuuni alxafid bacad mudari fi tabiidi nawowi fi lmajmuuci qaybkood bay ka hadlaan haddii qoortadkaasi waxay yidhaahdeen timaha xaddu ra'si ay soo galo qasac ibnu dariya haddii xaddu ra'si waxa ka baxsan ee timaha yar daaday keliya la jaraan dhibaato maraha intaa waa khulaasada marka wayajibu lkhitaanu gudiinkiina waajib wey awaliyaba khitaanka gudiinka wiilashu inuu waajib yahay wax khilaafa muctabara kama daanna nabigucase raggii soo islaamay wuxuu ku yihi alqi canka shacra alkufri waktatin amar buu bixiyey isgud buu yihi nabi cala salaam amaa gabdhaha inuu waajib ku yahay waa maxalu nisaacin weeye wax daliil oo saxo aada u cad oo gabdhaha waajibinayana malaha laakiin wuu fiican yahay khifaafka sharciga waxoogay yar in madaxa laga jaro ama xubinka dareenka qolofta ku dadan ee kore saaran sida haragan raggiiba ku dadan oo kaleeto iyadana qolof baa ku dadan in qoloftaa laga fiiqaayo iyada wax meesha ku jira oo sunnaha weeye majmuuca turuqdana xilligii nabiga gabdhaha inay gudi jiray waa sugan tahay mid sixaxay ku taallaa midna majmuucu turuqeebay culamadu qaar masiixiyeenu sixaxa waa ku yaalay dabtaqa alkhitaanaani labadii gudniin hadday kulmaan karagga la garayi gudniinka labaad ee la kulmaya waa kee haddaa labadaba inays gudi jireen sunnaduna sunti baa halkaa ka daratay marka warka kaloo dhan iyo warka u n iyo unicef waxaba yaanu sunnada kaabamelgeli iyo wadaadada ay mudakiraadka usoo dhiibto ama mu'tamaraadka iyo munaasabaadka qabanaya la dagaalanka gudniinka la yidhaahdo kii xumaa haba la dagaalamo sunnada in lagu daraayo waa arrin dan laga leeyahay hadday munaasabadeed u timaado marbaan idin keeni doonaa waxaan haynaa 1971 ilaa 79 UN-ka kulamadeeda qaybtan caafimaadku waxay dhiirigelin jireen gudniinka sharciga inuu caafimaadna yahay waxtar badan dhaliya markaa kadib bay kala fileeyeen markay kala fileynayeenna waxay soo bilaabatay mu'tamaraadkii sukaanta lagaga hadlayay oo asalkooda waxa lagaga hadlo qofka dumarka akhlaaqdooda in lafasaadiya ay tahay oo marna nairobi ka dhacay lababa laba jeerna qaahiro ka dhacay marna bikir iyo jayna ka dhacay waa mas'alada lagu go'aansaday sidaa islaamku qabayna dhiirigelin jiray ee la ammaani jiray in dafacaysidida laga dhigo dan kale laleeyahay dan kale in laleeyahayna afkooda maynan ka aamusine iyaga afkooda ku hadlay oo qoray qoraalladoodina waa yaallaa marka walaadow yaa waxaa jiray lagu hoosgelin kan sidiisa uga hadla xaraamteenna qan soomaaliga iyo fircawniga la yidhaahdo ma banaana kan kale sunnada ah yaa la daad raacin markii kan lala dagaalamayo kamid mindida la raacinaya laga daayo warka unicef danta ujeedada muslimiinta masaajidtoodu baa loo socdaaya laguna maalgelinaa laiska haliyo wayaxrumu waxaa xaraam khadmu shacri rajuli walmarati ninkii iyo naagtiiba madaxooda inuu u cillaamo sawaadin madow ilaa liharami jihaadi jihaadi lagu xoogaysanaya maaha halka laba mas'aluu ka soo kaaday mas'alada asal madaxii iyo timihii midab baa la marin karaa aan madow ahayn midabka madowga rag iyo dumarka asal ahaan la oogola nabigu abuumucaafa fatxi maka markuu yihi madaxii madana wuxuu gayiru canii haada madaxan shayga xoradan soo badala cadiinkeeda wajanibu usawaada madowgana ka ilaaliya madowgana iska ilaaliya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markale nabigu waa amray oo waa ka digay xadiid ibn cabaas ibnu daawuud iyo qaybkood wuxuu ku yihi yakuunu fii aakhiri zamaani aakhiru zamanka waxaa iman doona qawmun yakhdabuuna bisawaadi ka xawaasil xamaam qolyo madaxoodii cadaaday madowgiidii ka soo dhigi doona sida baasha qoolleyda aqoorteeda qalinka madow ee marsan oo kale tiidii ka soo dhigi doona laa yuriixuuna raaxata aljannati laa yuriixuuna raaxata jannada xarafta yeeli maayaan kaa taxriif mutlaqa buu isagana faa'iideeyey
جهة قراركيس قرار الجهات الوصف وشكت نوضة واحد دليل عن صحي معها واحد نص وصور هيرين مبارها واحد اتفاقي اجماع وصوكا استثمارين مبارها ظروف قهبة دليل مجيرا هذين لكن هو اجتهاد وممكن نص واحد على الشرع وما يبس وريبي وعالي أين الجيل قرار صورة تنحي بسكلمات طلعني موقع بسكلمات حديث من ماجه هو ورين أيوه وصهيب لغوري ماجه ونبي يجب أن أسرم إن أحسن ما اختلطتم به دهان السواد وحد مضع كما سلطانا من الميسان بلوة مفيعة كون الغب لنساء يكون فيكم فرد سيد بجعلان أيام قال يرى ما تصوم حسان كون وأرهب لكم في صدور عدوكم عدو من الله يسلم كعب صدو تقول الحب بدل يدين ملايين وضعي عدو بوش عدو قعيو سنين بوهنا فصدي والله كلمة تتبعي سيساقا بداني عبد مريم يسلم به هذين كاسي ما أصحينه طلب منه ضعفاء كتلتا أنت لما تعمل هذه وحفظنا محرمات وفي ساعات الجهاد المقرار كالخو يراعي حرقنا إن حرق كل الوصول وحلو كل يكريك في ساعة الجهاد ونفس مسحاولة كاملة مركو التبابة ويركسي على صاحبتي وحرقوا ذي يلي يحسن يفين يحسن يفين عود دايم ومشي يصعد إله وسجعين إلا في هذا الموطن حب دي ناس كفتنا تقرأ عين تبتورة ولوبة عيدة وحاكر الله الله تبتورة أطلق الدماع والرمل في الحج كهذا ما كيبيش في اليه رجل قال فتشين قاصره تنكسي يعني وطن بحلو ده يجي بتورة بيهنة فقا بابك يجي بتورة بكبيرية هايو قياس قاس فأنا أخو قصي سيدنا بينا عمو أنا بقى في مقاد الوقت ضعيف بها أعالي وحبه في السلالين معتمد من نقوم على الآتي فقال الدين دي واحد تخصيصيا وبدي ذا العلماء المسلمين رأي طور مونا كان قالي هذا طور في جهاد بلوني لا أدير لك كلام ذهبه مرضي مرحة لكل ذي يقول بابي ذي فين شكي ما بجر أصل فين كسرين معي لكي يقول كيف أقول كذب بحال مكي بلوه رسوة تبا بحال ما يحب ويصبه عاسده بصفرة تعالى أو حمرة البيوت نواة صفيعة أبو جنود ما لتعالى أبو حاد صفيعة أبو حاد ما لساء بيوت ما لنواة صفيعة والنبي على نواة رحمة الله عليه الصلاة والسلام أيك سبحان الله وخب يدي مزوجة حوال لا قبل وها إلا العرب يوريت لي هذا ما يدل على كعبه دي الوها تعبين من يو الله ولا مرينا يبحث ناين ناين لا مرينا بان يلا بسنا وحاسونا أقول أوان تلا قبل إن الله يكعب على الله بسطه لكن نصه أوان كبكرة قاري من خيره يمنع هذا هاي لفظ التعبير من شرطي أنا ما عملي أما هوينك إلا الرغاك عمي نحن إلا أنتان أحاديث بلا أبا مصوار وقيم نحن قد يسكو صوروني يوم ماشاً كمهم سمان كهلا طبيعي نبو عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وأكيد بيعادة تدكى لقرية تدكو بيعادة لقرية دمر مع كبدا إنه بنت عطبة يعني كبدا عايب هوينك قار بايه بيعادة قرينا كعنا إلا الله يحمي سوء تاقل لابو قوة بيعين ولا قلبون جيدين وهذا القادود حكوهي كعنا كعنا رجيت مهد محيطة كعنا إلا ميت كعنا رجيت محيطة بارك عنا سوء إلا مهد ماشي قلنا لقى عينيين لأن بنت حطوة وحيي لا أبايعك حتى تغيري كفيك لا تدشك كعنها كفى سوء ورامي يدعدون سرق النقاب هي ان الشرق حرام وهي هي واعلان كان حرام
المسلمين من نساء من الرجال معناتها مرض ان كبد بالي باي بس اللي من غير باش ما رحمه الله يسرق ثوره نفضى له هذه لكن ضروره على يكون ابسطه فنفضى على لب احسن وبعض ضرورات ما كان لكن مركه وانا بحب كويس وكلمتين تنكي سنه واصلات ترى جلباب يمشي في يد الرجل واخذ زمان لو حتى ما وقتي كان رينا رجع الاعلى وهو رجع يا صوره كوكي كيما يعني الاعلى الله كان فهو رجع بعد المسكتين على علي ما تنوي انتبه استاذ ويحرم على الرجال رجع الى حواك حرام حلال من كحرام يا رباب كيف رحمه على الله من ربيع الاعلاميه تعميد الاعلاميه إلا لحاجة ما قد يحرم يا نبر يقول كفقر وقيا وحيارة إلى إلا على دووة ما بضرورات تروح الحضارة يقولون بحاجة هي نفس الشيء إرادة إلا الرفان قلت هي شعر الله فرح هي قفورة إرادة نقدم بصوكة إلا الرفاية بحاجة يا ربنا وكرهيني لكن أصبح حرامي لا والله ما في سيدان مروي إرادة نبي وحكومة عابي نور المؤمن في نور في وجه المؤمن ونور وجه قفك مؤمن كاسعة شرق بين الله يبقي صورة يقفك إصلاح المؤمن الظلوم ومن يحيس يقوح عدد وجه يستعرك لهم القطر إن من إتلال الله إكرام للشيبة المسلم قف مسلم ومسلم وكل ذوي كرامية شرق مبين وحصلت المسلمين تلغط المرأي ما كي قف مسلم وإخلاء الأركان يعني احترام يرى الاحترام معايا قيمة يشرف لي نور بوجه يسكب موضة بالتالي سيدة من لبعض يسكب دائم هذا كتب الله معكم وإنت هي الضعية عبوك سيدين بس وبرانا يسكيها بسديد دون هذا روكي هل تعالي لفتو ماني كتب يضا الله تبقي معك لماذا يكون أفر بين أمام؟ سؤال العيلة هذا ما الله هو المخرج من الإرادة كذلك يا عالم سجدين؟ من الحاجة كذلك يا عالم سجدين؟ حمد المدين من العام ومن كل جنة انت الإرادة يا قلتا يوم يا بيك لأبنك بطاقم انت بطاقم تيجي محاوصة عليك وهذا اللي يحيزنا في الصباح الشيء إرادة